يا امي تعبريني حياتي، شو بك؟ شو صار لك يا ماما؟ شو في يا امي؟ وين الدكتور؟ وين الدكتور حبيبتي؟ يا رهولة يا ماما. يا جماعة لو سمحتوا هيك ما بصير. ليش حالتها هيك؟ ودوها على غرفة ودوها. دخيلك دكتور، ليش حالتها هيك؟ طمني شو بها. تفضلوا معي على المكتب لحتى اشرح لكم الحالة تماما. تفضلوا. كنت شو عم تعمل هون؟ ولكن إلي عمل وجهي. بصراحة حالة يارا معقدة شوي ومانا بسيطة أبدا. شو يعني؟ دكتور فهمنا شو القصة؟ التفاعل الكيماوي اللي صار سبب أذى كبير بالقرنية. ما عم بفهم عليك. بالوقت الحالي ما فينا نقيم مدى أضرار القرنية نتيجة الحادث ووجود التهابات. نحن عطيناها مضادات حيوية وبنسب عالية كتير، وبناء عليه رح تكون الصورة معنا أوضح. يعني حكيم بأسوأ الحالات شو ممكن يصير؟ ممكن تفقد بصرة لا سمح الله. شو؟ شو عم تقول دكتور؟ عم بتقول انه بنتي رح تصير عمياء؟ مدام ارجوكي لا تتشائمي، هي اسوأ الاحتمالات، بس انتو طلبتوا انه يكون واضح معكم وانا عم بوضح لكم القصة بشكل طبيعي. روقي خالتي روقي، بإذن الله ما رح يصير هذا الشيء. وبتمنى ما تحكوا هذا الكلام قدام المريضة، وبتمنى منكم اكثر انكم تكونوا قوايا. من وين بدك شيء بالقوة؟ عم تقول لي بنتي رح تصير عمية، من وين بدك شيء بالقوة؟ يا رب